تحت الضغط. ياسمين ومحمد الرفاعي، محمد الرفاعي وياسمين. ياسمين هتبتدي الأول، محمد الرفاعي هتروح عند سليم هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. ياسمين اتفضلي مكاني. طبعا انت عارفة تحت الضغط، 10 أسئلة في 45 ثانية. جاهزة؟ إن شاء الله. لو الإجابة مش عندك هتقولي إيه؟ باس. اتفقنا، نطمن على محمد الرفاعي. تمام. تحت الضغط كاونتر. في أي دولة أوروبية تقع مدينة سيون؟ اسبانيا. غلط. أديب عباسي مؤلف كتاب الحيوان، فمن هو؟ جاحظ. صح. في عهد أي ملك مصري بني الهرم الأحمر بدهشور؟ عم حطب الثالث. من هي الفنانة التي قامت بدور بطة في فيلم سلام يا صاحبي؟ سوسن بدر. صح. ما هو مجموع الأضلاع في 25 مثلث؟ 75. صح. إلى أي كوكب يتبع قمر أوروبا؟ سوري السؤال تاني. إلى أي كوكب يتبع قمر أوروبا؟ مشترك. صح. من هو الموسيقار؟ بصي بقى، أنت شاطرة ولكن بطيئة. يعني خسارة إن أنا قلت 6 أسئلة بس جاوبتي على 4 صح. يعني لو بتاخدي القرار أسرع من كده كنت هتجاوبي على أكتر من سؤال صح كمان. هي بتعتمد يا ياسمين على السرعة. أوكي. يعني السؤال الأولاني أنت خدتي فيه بتاع 5 ثواني، فاهم قصدي؟ تعالي مكاني اتفضلي. بس كويس، 4 من 6 كنسبة كويس. سليم، عايزين محمد ينضم لينا، هنشوف محمد هيعمل ايه. محمد، عايز تعرف ياسمين عملت ايه ولا لا؟ لا. بس هقولك على خبر مهم بس. ماشي. أنا ما قلتش غير 6 أسئلة من 10. تمام. لأن هي كانت بتاخد كم ثانية تفكر. تمام. فالكم ثانية دول فرقوا معاها، يعني أنت محتاج تاخد القرار بسرعة. تمام. عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا. تحت الضغط كاونتر. في أي دولة أوروبية تقع مدينة سيون؟ سويسرا. صح. أديب عباسي مؤلف كتاب الحيوان، فقط. فمن هو؟ في عهد أي ملك مصري بني الهرم الأحمر بدهشور؟ محمد علي. غلط. من هي الفنانة التي قامت بدور بطة في فيلم سلام يا صاحبي؟ سوسن بدر. صح. ما هو مجموع الأضلاع في 25 مثلث؟ باس. إلى أي كوكب يتبع قمر أوروبا؟ باس. من هو الموسيقار المصري الراحل الذي قام بتلحين أغنية قارئة الفنجان؟ مليح حمدي. غلط. ما هي عاصمة الدولة الأموية في الأندلس؟ باس. في أي دولة آسيوية يقع مطار ييشان؟ باس. من هو هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم؟ حسام حسن. غلط. ما لحقتش أقول السؤال. لا ولا جده. ما لحقتش أقول السؤال، اتفضل. أنا قلت لك 10 أسئلة ولكن أنت جاوبت على سؤالين بس صح. ياسمين جاوبت على 4. فطبعاً ياسمين هتاخد 20 نقطة و10 نقط هدية من محمد الرفاعي. قولي له شكراً طيب. شكراً. تعال نشوف الأسئلة اللي ما جاوبتش، وهي كتير الحقيقة. في عهد أي ملك مصري بني الهرم الأحمر بدهشور؟ الملك سنفرو. من هو الموسيقار المصري الراحل الذي قام بتلحين أغنية موجي؟ طبعا محمد الموجي. محمد الموجي. ما لحقتش أوصل له. ما هي عاصمة الدولة الأموية في الأندلس؟ قرطبة. في أي دولة آسيوية يقع مطار ييشان؟ اليابان. طبعا في الصين. الصين. والسؤال الأخير، من هو هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2006؟ مين؟ لا، صامويل إيتو. نحيي ياسمين ومحمد، محمد وياسمين اتفضلوا. طبعا ياسمين غيرت النتيجة، ولو كنت أسرع من كده كنت جاوبتي على أكتر من سؤال كمان. VIP كنتوا كام؟ 45. وكم إجابة صح؟ 30. 4. 20 نقطة و10 نقطة هدية. VIP تقدمت 75. كوماندوز، محمد الرفاعي كنتوا كام؟ 45. وإجابتين صح ب10 نقط، بقيتوا 55.